فلوس ناس ما بغيتش نفيق وخرا حس بيا قلت له غادي نمشي ندير الفحص ديال البي سي ار. قال لي خليتها نمشي معاه. قلت له لا خليك ارتاح انا نمشي نديرو ونجي. عرفتو غادي ندير لك كرون الشمس. قلت له والله ما عرفت شنو درتها. المهم انا دابا غادي نمشي وخليكم معايا حتى نجي ونقول لكم حتى نجي ونكمل معاكم الفلوق ديالي ان شاء الله. مشكلة اخوتي عرفتو مشيت البرجي لقيت 30 واحد خاص بعد 3 ساعات نتسنى. دابا غنمشي للولو ناخذ خضيره وغنمشي لواحد المستشفى واحد اخر قريب لهنا ميد كلينيك. على الله يا ربي ما لقاش الزحام. الا لقيت الزحام راه غنمشي للدار حتى العشيه. اش غنقول لكم خرجت زعما الصباح باش ما يجي فين الفيق واحد حنا اصلا نهار الجمعه كنصبحوا ناعسين تنكون ساليت وبغيت نرتاح اليوم ما نخرجوش نجلسوا في الدار نتكمشوا. ايوا ما كتبش ضروري نخرج في العشيه نشوف عاود فين نمشي نبقى ندير الفحص. ودابا عرفتو مشيت تقديت راه غندير الطاجين. عرفتو تحس الطاجين عندي مفاجاه اليوم حيت هو ديجا ضحكوا علينا نديرو مفاجاه الطاجين. لحقاش كنا البارحه غادي ناخذ الطاجين. عرفتو تخيلوا ملي جيت ما شريت الطاجين كناكلو في مطاعم ولكن بغيت يكون عندي في الدار. الصراحه سمعنا بلي مطعم القنيطره جابوه وغيبيعوه. اتصلت بهم كنا غنجيبوه البارح اتصلت بهم قال لي اختي باقي ما وصل عادي وصل هذه السيمانه. ايوا ومني كنت عاودتها لصاحبتي قلت لها اختي راني توحشت الطاجين ما كرهتش نطيبوه في الدار. قالت لي اجي خذي الطاجين طيبيه ورجعيه لي حيت هي جابته معاها من المغرب. قلت لها والله انت اللي عبرتي وحساب لي كل جبتو معاك. ايوا دابا غادي نمشي هي ساكنه غير حدايا نجيب الطاجين مع يونس كان مشهيه. جبت الطاجين اللي ما قتلوش حتى نمشي ونطيب له الطاجين. ايوا هذا مكان خليكم معايا ما تمشيو فين. شوفوا هذا النهار الحريره ديال هذا النهار فين غتخرج. وكنصور وما قايلاش نيوسو ما عارفنيش راني كنصور حتى يلقاني مصوره فلوغ وراه باقي ناعس. شوفوا اللي مازال ما صونا عليا راه باقي ناعس. شوف دابا شحال الساعه صبر شوف شحال الساعه. عرفتو دابا 12 هادي 12 قلقت وقل قلقت و 11 و 53 يعني 12 قلقت بالضبط. هاي واش غندير كنت باقي ناعس اصلا نهار الجمعة صراحة كنصبحو ناعسين حتى هاد الوقيتة. انا واخا كنفيق كنبقى بلاصتي مكملتها اليوم قلت نوض نتحرك. المهم البنات هادي هي الحلوة اللي تشهرات في المواقع التواصل. بغيت باش نجربها معكم اليوم. كنحتاجو فيها جوج حبات ديال البيض ونصف كاس سكر وكيس فانيلا. انا ما عنديش الفانيلا فغنعكها بالحامض قشور ديال الحامض وكاس ديال الدقيق وخميرة ديال الحلويات. نسيت ما جبتش خميرة ديال الحلويات هي دي. المهم هاد الحلوة دايرة ضجة بزاف مواقع التواصل بغيت نجربها ولكن شفت في لي كومونتير واحد الاخت جربتها وانما ضافت ليها عفوا ضفت ليها ربع معلقه ديال الزيت وكاس الحليب ومن بعد كديرهم في الطراب. انا غادي نديرها وغنجربها معكم. هذه كتسمى الحلوه ديال القرعه او الحلوه في المقلاه ما كتحتاج لا فران لا شي حاجه وكتجي زوينه. شفت بزاف الناس شكروها انا غنجربها وغادي نعطيكم الراي ديالي. خليكم معايا. هاني البيض هو الاول. الا بغيتوها تجيكم كحله كضيفوا الكاكاو. ما بغيتوها تجيكم كحله بطبيعه الحال كتخلي ما كديروش الكاكاو كتجي عاديه. المهم انا غادي نضيف هاد المكونات اللي قلت لكم كامل مع بعضياتهم غنخلطهم وغنديرهم في الطراب ومن بعد غنوريكم القرعه اللي غادي نستعمل وغادي نشارك معكم النتيجه ونشارك معكم حتى واحد الشكلاط. المهم خليكم معايا ما تمشيو فيه. المهم البنات انا درتها في هاد القرعه هادي ديال الكاتشوب كانت عندي باقي فيها شويه وانا نخويها وغسلتها. كنشوف بزاف البنات كيديروا في القرعه هادي ديال سيدي علي ولا هادي وكيتقبلوا المغطى ديالها ثقيله بحال هكا وانا بحال ديجا عندي هادي قلت نستخدمها. المهم عادي درت نفس المقادير. طحنتها في المولينيكس غشطت هانتوما كيف ما كتشوفوا القوام ديالها كيف ما كيبان لكم. راه عمرت هاد القريعه وباقي نعمر قريعه وحده اخرى. ودابا غادي نشعل الكاسرونه المقله. صراحه ما عرفتش المقله واش كيدهنوها بالزيت ولا ولكن دهنتها بشويه ديال الزيت وغادي نخليكم تشوفوا الشكل ديالها وهي كطيب. المهم دابا غنحضر معاكم الشكلاط فاش غادي ندير هاد الحلوه ديالنا.
غنحتاجو كاس ثاني، داك كلشي داكشي غادي نديروه في الدار، ما غنشريو حتى حاجه حنا من برا. غادي نحتاجو كاس ديال سنيده، كاس زيت، ساشي د كاكاو، نص كاس ديال الماء يكون دافي. المهم الحلوه الصراحه طابت ودقتها غير هكا كتجي فنه خطيره. المهم غادي نزيدو عليها السكر ونشوفو كي غادي تجي في الاخر. انا كلشي خديتو من لي كومونتير غنجرب وغادي نشوفو النتيجه. المهم ها الحلوه ديالنا البنات كطيب، والشكلات ما عرفتش الصراحه واش غيصدق ولا ما غيصدقش. اول مره نديرها، اول مره ندير هذه الوصفه. والاشيوه ديالنا شكون اللي كتعجبو، بطاطا والزيتون والدجاج. مرحبا بكم. عرفتي راه كتعطي كميه كثيره ديال الحلوه، راه شوفوا شحال خرجت لي وباقا كنطيب وباقي في القرعه. المهم جيت وبغيت ندير الملوي البنات. هذا الملوي انا عجنتو البارح، يمكن لكم تعجنوه يعني باش يجيني ساهل الفطور دغيا نوجدو، وخليته يمكن لكم تحتفظوا به في الثلاجه الا كان الجو سخون. كان الجو سخون تخليوه على برا. عرفتو مطلوق غزا، قالت لي هذه الطريقه واحد صاحبتي وقلت غادي نجربها باش الواحد كيعجن نوض الصباح عادي جان عاد هادي صافي كتلقاه معجون. وهنايا وجدت شويه ديال باش نفرق سميده مع الفينو، وهنا شويه زيت البلديه وزيت الروميه، وهذه الزبده ذوبتها. دابا غادي نكورو ونخليها واحد شويه مباشره، غادي نكورو غادي نبدا لحقاش راه ارتاح ليله كامله اللي يزيد كثر. وكيمكن لكم كاع تحتفظوا به في الثلاجه مثلا الا بغيتوا تخليوه لنهار اخر. وغادي نكورو دابا ومن بعد غادي نوريكم واحد الطريقه ديال التوراق مع اول وحده، وخليكم معايا. بالنسبه للحلوه وجدتها البارحه هي دي، نوريكم صراحه غزاله هشيشه فنه. لصقتها من الوسط، جوج كل جوج لصقتهم من الوسط بداك الشكلاط. كاينين شي وحدين ما تديش عليهم في القليب، معاهم خفاف بزاف كيتعوجوا، اللي خاصكم تحاولوا معاهم بزاف باش تجيو تقلبوهم. وخليوكم معايا حتى نهايه الفلوق. ولكن ما ديروش في هاد العجينه الخميره، هاد العجينه اللي تكونوا غادي تخليوها ما ديروش الخميره للخبز، انا درت غير خميره ديال الحلوه. المهم ها نتوما كتحاولوا تطلقوها على شكل مستطيل وتطلقوها مزيان حتى يبان سطح العمل بحال هكا، وديروا شويه الزيت شويه ديال الزبده، وديروا من هاد السميده هذا المهم تاع التوراق. انا غير باش نوريكم الشكل تاع الطوي. هاد الطريقه ديال الطوي الصراحه كتجي غزاله، بها المسمن كيجي مورق مزيان. ها نتوما كطوي، وهنايا شويه عاد دقيتها نيت مزيان، وكتدقوها وكتستهزوا هذه كديروا لها هكا شويه، وعاود كديروا ديال الطوراق. وعاود كتزيدو تطويو مرة ثالثة على هاد الشكل، كتجيبو هادي بحال هكا وهادي بحال هكا، ديرو شوية ديال التوراق وهادي بحال هكا، حتى كتحصلو على هاد الشكل هذا. كتكون مطوية بزاف ملي كتطيبوها، غادي تشوفوا كي كتجي مورقه غزاله الصراحه. هاد الطريقه جربتها عجبتني وصافي. غادي ندوز للثانيه، غادي ندير نفس الحاجه، نصورها لكم باش تزيدوا تاخذوا باش تاخذوا الفكره مزيان. كتطلقوا هذه مزيان. بالنسبه للعجينه انا درت غير شويه حيت انا ويونس، خرجت لي 8 ديال المليويات غير صغيورين. درت 3 ديال الكيسان د اتاي دقيق و 3 ديال الفينو متعادلين، صافي شويه المليحه وخميره الحلوه. صافي كتحاولوا تطلقوها مزيان على شكل مستطيل. طيب سطح العمل بحال هكا، عاد باش نديرو التوراق نديرو سميده وسميده وسميده وسميده، اصلا كنطلقو هادشي هكا نتيا وانا نديرو سميده. دابا نكرر نفس العمليه كيفما كتشوفو، هادي بحال هكا وهادي بحال هكا، وهذا نطوي مرة ثالثة بحال هكا. ديرو شوية ديال التوراق
كتجي هذه وحده الحقه وحده الحقه وكتزيد وحده حقه وعاد كتجي بحال هكا. شوفوا معايا شحال كتجي مورقه، شوفوا شحال كتجي مورقه. صافي دابا غادي نكملهم كاملين وندوز للطياب ان شاء الله. شوفوا يدينا الكرام كما كتشوفوا سمن ياك سمنها. المهم هو كيطيب. شوفوا درت جوج مقلات باش نسالي دغيا وري باش نطيب دغيا الفطور. المهم ما عنديش المقله ديال بحال هنا حنا في المغرب ديال الملوي، هذا القاري كندير فيه المغري كندير فيه الملوي، كلشي تحط شو كلشي كيسقى فيهم كلشي ديال الاسواق قرب يسالي. يا سلام هادشي كيشي زوين صراحه. جوج بكات غير شكل السابع المقلات رويت نقول لكم واحد الوصفه ديال اتاي كيفاش ديروه. المهم كتاخذوا براد طيب ملويه كتاخذوا براد كتسخنوا شويه ديال الماء تمشي هذا البراد اللي كديروا اتاي انا راه هنا براد ديال اللي غيشرب القبيله كديروا شويه ديال الشيبه وخلينا نقدموا انت كتغطي المهم كتاخذوا البراد على حسب شحال عندكم ديال الاشخاص في الدار وكدير السكر على حسب الذوق على حسب الكميه ديال الماء وكتحط فيه شويه ديال الاتاي اما بالشعره اما سميت لاخر ما عرفت قلت لك ما عرفت انا داك اللي ما عرفتش اللي حطيت وكتحط الشيبه ولا النعناع ولا فليو ولا شنو هو اتاي الصحراء كيكون قاد اتاي الصحراء. المهم خليكم معنا حتى تشوفوا الطبله الزوينه. اشواق شنو كدير؟ المهم انا وجدت الطبله اجي نحل لكم الملوي تشوفوا كي كيجي من الداخل. شوفوا شي ملويه اللي جات هاجم سخون عندك تحرقي سخون باقي يلاه طاب. شوفوا كي كيجي مورق صبر خليك كيجي مورق بهذه الطريقه زوين. شوفوا شهيتينا فيها شويه وهذه الحليوه اللي درت ها هي دي حتى هي كتجي عفتوره طبار طباريش بون دريش بون. يا سلام درت في وسط منها الشكلاط وصافي. ومرحبا بكم الفطور جبنا يونس اتاي يلا كبينا اتاي اشوا اتاي بالشيبة مشحر بالرزة. المهم البنات انا وجدت الطاجين ديالي وجدت الخضره وداكشي عاد نصور لكم باش ما يجيش الفيديو طويل. هانتوما كيف ما كتشوفوا فرشت البصيله انا صراحه غنديرو بالحمام ما كنديرش الحمام نيشان خضره درتها شويه في الكوكوط الدور باش دغيا يطيب لي الطاجين ما تعطليش. وجدت القزبر والمعدنوس هنا غادي ندير الجلبانه وهذه الخضيره اللي غادي ندير. المهم تنستف ونوريكم هنا درت شويه قريعه خيزو بطاطا وهذه فلفله حاره زين. بالنسبه للعطريه حتى هي وجدتها شنو درت فيها درت فيها الثومه درت فيها البزار معلقه البزار ماشي معلقه شويه عندكم ميزانكم زريعه القزبر المهم راه كلشي كيعرف النسبه ديال الطاجين الخرقوم الكركم ودرت كنور ديال اللحم ماشي كنور درت ماجي. المهم ممكن لكم ديروا ماجي او كنور. صافي انا دابا غادي نستف وغادي نوريكم الشكل النهائي كي غيجي. نسيت ما قلت لكمش الطاجين طيبوه غير بزيت العود كتجي فيه زيت العود غزاله. وهذا هو التزيين ديالنا غنزيدو شويه ديال القزبر بطبيعه الحال
هذا هو الطواجن. كي جاك يا ياس؟ يا سلام كي شي ازينا شويه الزبده بالزيت بلديه. هي اللي كتجي في الطاجين زوينه. واخا ما زيت في هاد البلاد ما كايناش. خبركم راه 150 درهم مغربي باش كتشري ليطرو. ليطرو خصنا نعرفو النعمة ديال الزيت. المغرب تبارك الله موجودة. كيقولوا بلي هاد الفاكسان يعني ما كيحميش من مرض كورونا 100% وانما كيقلل من الاعراض. الله اعلم هادشي اللي شفت وهادشي اللي قالوا لنا دكاتره. المهم كنتمنوا يا ربي يكون شفاء يكون شفاء للجميع ونتهناو من هاد كورونا. والسلام عليكم كنبغيكم بزاف. تحياتي.